بالنسبة لجلسة التداول بتاعت النهاردة، استمرار لحد التراكم ده فيها انتظار لاسم رئاسة الوزراء، اسم رئيس الوزراء آسف، وتشكيل الحكومة، والجدل اللي داير حوالين اللجنة التأسيسية أو الجمعية التأسيسية، والأحكام المنتظر إن احنا نشوفها يوم الثلاثاء حوالين المجلس الشعب وقوانين اللي طلعت وصدرت عنه والإجراءات اللي بتحدث. استمر السوق في حركة التراكم بتاعته وانخفاض معدلات التداول لأول مرة أعتقد من أكثر من شهر. مكناش شفنا معدلات التداول أقل من 200 مليون، النهاردة مسجلين 161 مليون و820 ألف. طبعا ده مستوى متدني جدا مكناش شفناه قبل كده. نتيجة التراكم ناس كتير بتفضل الاحتفاظ بالسيولة، ده خلق حالة من البيع أدت لهبوط السوق حوالي 2%، مش نتيجة لأخبار سيئة لكن نتيجة لاستمرار وطول فترة الانتظار اللي احنا فيها بعد الإعلان عن تأجيل الإعلان عن اسم رئيس الوزراء والحكومة المرافقة دي لحد عودة لبعد عودة الرئيس مرسي من أديس أبابا. طبعا ده خلق حاجة من يعني مش هنقول الاستياء لكن هنقول التفضيل للاحتفاظ بالسيولة أكتر من الإقبال على الشراء. طبعا معدلات المستثمرين أو تشكيلة المستثمرين ما نقدرش نقول إن كان في فصيل متفوق على فصيل، بس اللي نقدر نقوله إن الأفراد هم اللي كانوا قائمين للبيع خاصة المصريين. الأجانب إن كان النهارده بيشتروا ب2 مليون بس صافي تعاملات، قبل كده كانوا بياعين. لو بصينا على أحجام التعاملات بتاعتهم على مدار الأسبوعين اللي فاتوا هنلاقيها بيع بحوالي 200 مليون جنيه، ولو بصينا على معدلات التداول على مدار الشهر اللي فات هنلاقيها برضه بيع بحوالي 850 مليون جنيه. طبعا لو بصينا من أول السنة لحد دلوقتي هنلاقي إن هما صافي شراء بحوالي 12 مليون جنيه. طبعا الأرقام دي مغيرة شوية أو فيها بعض الملاحظات نتيجة دخول قيمة صفقة موبينيل والشراء اللي تم فيها في الصفقة اللي تمت يوم 27/5، دي أعتقد كانت في حدود 16 مليار. فلو تم خصم دول هنلاقي الأجانب تقريبا صافي بيع بحوالي 2.3 مليار جنيه. طبعا الاستثمارات لا زالت متخوفة، ما فيش رؤية واضحة، الجدل حوالين إعلان دستوري جديد وتطوع المكتب الاتشاد في الحديث حوالين اجتماعات مطولة لمناقشة الأوضاع والأحكام اللي بتطلع وآلية التعامل معاها. طبعا الكلام ده كله مؤثر بالسلب على معدلات الثقة في أداء أسواق المال. برضه الحديث حوالين إن الحكومة أو السلطة التنفيذية هتلجأ للتمويل من خلال سندات الخزانة عوضا عن أذون الخزانة، ده برضه خالق نوع من التوتر. اللي انت بتأكد الدفعات والسداد فترات أطول، معنى كده ان انت شايف ان ما فيش امل ان انت تقدر تلم السيولة بسهولة، ان انت بتحاول تحافظ على السيولة الداخلية، ان انت بتحاول ما يبقاش الالتزام وقتي وقد، لان انت ممكن ما تبقاش قادر على سداده لحظيا. طبعا الكلام ده كله بيأثر بالسلب. بالنسبة لمعدلات الارتفاع والانخفاض ما كانتش جوهرية جدا النهارده، كلها متأثرة زي ما كنا بنقول بالإطار العام للحالة النفسية اللي موجودة في البلد، اللي هي الترقب والانتظار للهيكل اللي احنا ماشيين عليه أو الشكل العام للدولة اللي احنا ماشيين عليه، خصوصا في خلال 48 ساعة الجايين مع وجود أحكام وأحداث جوهرية ممكن تأثر على مجريات العملية السياسية والاقتصادية بالكامل.